نرجع مشاهدينا لواتس اون ام تي في، ومثل ما فتره الصبح باللايف شهدت انطلاقه جديده، كمان فتره بعد الظهر رح تشهد انطلاقه مع برنامج جديد ومنوع بيتناول مواضيع كثير مخصصه للشباب مثل الموسيقى، التكنولوجيا، السينما، الرياضه، الاختراعات وكثير غيرها. 15 شب وصبيه رح يقدموا هالبرنامج، موعدكم معهم ابتداء من اليوم بعد الظهر بهاشتاج. هذه مشاهدينا الاجواء اللي ناطرتكم اليوم خلال فتره بعد الظهر على الام تي في، اجواء كلها تسليه ومرح مخصصه بس للشباب. هلا خلينا نشوف الاجواء كيف عم بتكون بالمطبخ مع تينا وجد. شو تينا؟ هاي، كيف الاجواء؟ اليوم اجواءنا كثير حلوه. هلا رح تشوفي الديسبلاي اللي محضرها جاد، اشياء كثير طيبه داخلها التين اكيد لليوم، فرح نبدا الكوكينج بثواني. بدي اعرف راي جاد بالمطبخ، ما بعرف اذا في، ارجع لعندكم بعد شوي تشوف اذا كل شيء على ذوقه. اي ثينك كل شيء على ذوقه، مبسوط كثير جاد. طيب هلا رح اتركك تقدمي لنا هالفقره وانا واصله لعندكم حتى ندرج شوي اكثر بالاجواء الجديده عندكم. See you.